مخاوف عبد فهد الآن؟ هل عنده مخاوف، عنده هواجس، عنده قلق من نواحي يعني معينة في الحياة؟ كل شيء بعد كل هالسنين الطويلة. هو كل ما عملت ونجحت كل ما بتخاف أكثر. الإنسان كل ما كبر كل ما وصل لمكان ذو شهرة أو ذو قيمة اجتماعية كبيرة، إن كان فنان ولا قيادي ولا مسؤول ولا، تكبر الهواجس معه دائما ويصبح القلق مصيره عشان يحافظ على المكانة اللي وصل لها، يحافظ على المكانة ويحافظ على هذا العرش الجميل اللي هو تعب لعمله. يعني ايش كثر تعبت في هذا العرش وبناء هذا العرش؟ كثير. يعني ايش كثر سويت تضحيات؟ ما في مشروع مرق بسهولة، ما في مصاري اجت بسهولة. يعني عرفتي، يعني اذا بدنا نرجع لورا كثير، يعني لحتى صاروا 100,000 دولار بقينا شي 15 سنة عم بشتغل.